بعد محاولة الحوثيين تقنين مواد تفرض العنصرية والطبقية بين اليمنيين، هل سينجح البرلمان في سن قوانين تجرم التمييز والعنصرية؟ وما حقيقة قانون الزكاة لعام 99 والذي تضمن الخمس؟ أهلا بكم. يجري الحديث عن اعتزام هيئة رئاسة مجلس النواب مناقشة مشروع قانون لتجريم التمييز الطبقي في اليمن، في وقت يقول الحوثيون أنهم إنما فعلوا قانون مقر منذ سنوات، وكل ما فعلوه هو إصدار لائحة تنفيذية لقانون الزكاة الذي أقره البرلمان الحالي. لكن حديث اللحظة يدور حول أهمية هذه الخطوة ومن البرلمان وما جدواها، وكيف يمكن تفعيل المواد الدستورية التي تقول أن جميع المواطنين اليمنيين متساوون في الحقوق والواجبات، وما هو الدور الشعبي أو التوعوي لمواجهة مشاريع التمييز والعنصرية والتي تحاول ميليشيا الحوثي تمريرها. بعد محاولة تقنين ميليشيا الحوثي لما يسمى بالخمس لمن يدعون الانتماء للهاشمية، ارتفعت أصوات اليمنيين الغاضبة رفضاً لفرز وتطييف المجتمع، وتفاعلاً مع هذه الأصوات الرافضة لإعادة اليمنيين إلى قرون التخلف والعنصرية الحوثية، نطقت رئاسة البرلمان وطرحت مشروع قانون لتجريم التمييز الطائفي والطبقي. وقال بيان المجلس إن مشروع القانون سيتم طرحه على المجلس في أول اجتماع له. يتساءل كثير من اليمنيين عن أسباب تأخر سن قانون يجرم التمييز والذي عانت منه البلاد منذ قرون عديدة خضعت فيها لهيمنة الإمامة الوافدة من خارج تاريخه وجغرافيته. ظن البعض أن نصف قرن من إعلان الجمهورية غداة 26 من سبتمبر كفيل بدفن تلك الخرافة التي قسمت اليمنيين إلى طبقات متفاوتة واعتمدت مبدأ اللامساواة معياراً للتفريق بين المواطنين، غير أن الانقلاب الحوثي أعاد معه كل جرائم الكهنوت. تراهن ميليشيا الحوثي على قدرتها لفرض تشريعات تعزز من مكاسبها وتحكم قبضتها على رقاب اليمنيين، متناسية كافة التضحيات التي قدمها اليمنيون في مواجهة أجدادهم. تشير ردة الفعل الشعبية إلى أن اليمنيين لن يخرجوا من هذه الأزمة إلا وقد أسسوا لأرضية قانونية صلبة تجرم كافة أشكال التمييز عبر مواد دستورية تعاقب كل من يدعو للتمييز أو يتبنى أي فكر عنصري. فشل الشرعية في إدارة ملف المعركة مع الحوثيين جعل المشهد يبدو على طرفي نقيض. ميليشيا في صنعاء تدعي الحق الإلهي في الحكم وتسن قوانين تمييزية بين اليمنيين، وشرعية في الرياض تقول إنها تتبنى مبادئ مدنية للدولة لكنها بالمقابل لا تفعل شيئا لتحقيق ذلك. إذن مشاهدينا تابعنا التقرير حول موضوع هذه الحلقة، وأرحب بداية بضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ شوقي القاضي عضو مجلس النواب. أهلا بك أستاذ شوقي. حياك الله. هلا وسهلا. حياك أستاذ شوقي. هلا وسهلا أخي. حياك. نبدأ أستاذ شوقي إذن أولا حول حقيقة ما يتم تداوله الآن في الأخبار وما صدر رسميا عن اعتزام هيئة رئاسة مجلس النواب مناقشة مشروع قانون لتجريم التمييز الطبقي في اليمن. شكرا جزيلا أخي سامي، وشكرا للفريق الرائع، وشكرا للشباب والشابات الذين أشعلوا الدنيا ضد هذه العنصرية والسلالية وصورة من صور الجرائم. دعني في البداية أن أشير إلى خمس نقاط مهمة قبل أن أجيب على كل أسئلتك. النقطة الأولى، صراعنا مع هذه الميليشيا ليس صراع قانوني، فهم ليسوا حزبا وصلت إلى السلطة بطريقة ديمقراطية عبر انتخابات حرة ونزيهة ثم حصل بعض تعديلات أو تغييرات، ولهذا صراعنا معهم سيكون قانوني، نحيلهم إلى مرجعية الدستور والقانون، ولا أيضا صراع فقهي نحيلهم إلى نصوص الشريعة، ولا صراعنا أيضا معهم صراع علمي نخاطبهم بالمنطق وبالمعرفة. صراعنا مع هذه الميليشيا معركة وجود. هؤلاء الناس إما أن يجتثوا اليمنيين ويحولوهم إلى عبيد، وإما أن يجتثوا هم، ولهذا لا، ليس هناك من خيار ثالث، فمعركتنا معهم إذن معركة مصيرية. الأمر الثاني، لأن البعض على طول يدخل في القانون والدستور ويريد أن يبرر ويريد أنت تناقش من؟
هؤلاء مثل داعش في الموصل كما أكرر دائما. داعش عندما وصلت الموصل أجرت كثير من التغييرات في المجتمع، فلما ابتثت من الموصل ما أحد استند على أي شيء قامت به داعش، لأن ما بني على باطل فهو باطل. هذه جماعة اكتثاثية ليس صراعنا معها لا قانوني ولا فقهي ولا معرفي. الأمر الثاني، قضيتنا أيضا معهم ليست قضية لائحة الخمس. هؤلاء يعني قضيتنا معهم واحد، قضية انقلاب مشؤوم. غدروا بكل العهود والعقود والاتفاقيات ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني بعد أن دللهم اليمنيون تدليلا. ودائما أنا أشبههم كانوا مثل المجنون الذي يمسك قنبلة. هذا المجنون الذي بيده قنبلة في مكان ضيق، الناس كلهم سيطبطبوا عليه حتى ينزعوا من يده القنبلة. ولهذا دللهم الجميع، ذهبت إليهم إلى صعدة أمناء الأحزاب كلهم ذهبوا إلى هناك. يعني ترسل لهم الوفود، مثلوا ب30% في مؤتمر الحوار الوطني، مثلوا بنسب كبيرة، وقع حتى على اتفاقية السلم والشراكة وهي أسوأ اتفاقية أو أسوأ يعني وثيقة وقع عليها اليمنيين. كل ذلك من التدليل والطبطبة لكي ينزعوا فتيل الإجرام من هذه العصابة. يعني قدم اليمنيون كل شيء، ما عاد لليمنيين يعني كما يقال وجه اليمنيين أبيض، قدموا كل شيء. ولهذا ليست معركتنا معهم معركة لائحة. هؤلاء أجروا انقلاب مشؤوم، هؤلاء يجذروا الآن الطائفية ويجتثوا الهوية اليمنية. لديهم وثيقة هي أعتى وأشد من لائحة الخمس، وهي الوثيقة الفكرية لميليشيا الحوثي. وهنا أنبه الإعلام وأنبه الناشطين والناشطات وأنبه أحرار اليمن وحرائره، أنبه كل الشباب الوطني اليمني الجمهوري إلى أن يفتحوا موضوع الوثيقة التي فيها كل هذه الجرائم التي تستند عليها لائحة الخمس ويستند عليها التمييز العنصري. هذه اللائحة الخطيرة التي يربى عليها الآن جيل. قال لي أحد قيادات المؤتمر الشعبي العام الذين كانوا حلفائهم في صنعاء ولكنه تمكن من الخروج، قال أقسم بالله يا أخي الكريم لو بقوا أيضا 5 سنوات لقيتم على شعب غير الشعب اليمني. إذن معركتنا ليست هذه فقط وإن كانت نقاشها مهم. الأمر الثالث وهو مهم أيضا، ليست وسيلتنا معهم وسيلة حوار ونقاش. ولهذا أنا أقول أن كل هذه الجهود مشكورة، لكن معركتنا معهم هي معركة الجيش الوطني الذي يجب أن يسند ويجب أن يحرر صنعاء ويحرر الحديدة، ويجب أن يعني أن يقتلعهم اقتلاع كمليشيا، أن يقتلعهم اقتلاع من أرض اليمن. ولهذا نحن الآن في كل نقاشاتنا هذه وحواراتنا إنما نسند الجيش الوطني، رجاء غاية الرجاء من الجميع لا ينسى من المصطفى الأول في وجه هذه الميليشيا وهو الجيش الوطني. الأمر الأخير، حذاري 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 من الخلايا الناعمة التي تشتغل لهذه الميليشيا، سواء كانت عن طريق منظمات مجتمع مدني أو كانوا أشخاص في الشرعية، وضع تحت الشرعية ألف خط وخط. هؤلاء الذين الآن يريدون أن يحرفوا البوصلة بعد أن اصطف اليمنيون كلهم، بيان الإصلاح أشعل الدنيا، بيان أحيان أحرار المؤتمر يعني كان رافدا قويا جدا، بيان الأحزاب، بيان القوى السياسية، بيان بيان. عندما اصطف كل اليمنيين بدأ الآن، بدأت خلاياهم الناعمة، ليست نائمة، الناعمة، موجودة في الشرعية كأفراد وموجود في منظمات المجتمع المدني، بدأوا الآن يريدوا أن يحرفوا النقاش باتجاه من الذي شرع القانون، حتى نقول الأغلبية، وإذا قلنا الأغلبية سيكون المؤتمر، فسنفتح جبهة بيننا يعني يمنيين وبين المؤتمر، وهكذا، يريدون أيضا أن يفتحوا موضوع فلان، موضوع علان، موضوع لا معركتنا. طيب الآن أستاذ شوقي أنت الآن رميت على الطاولة محاور كثيرة. هذه المحاور مهمة جدا كمقدمة، تفضل الآن اسأل. تمام، تقول أنه الحوثي كداعش وأسوأ من داعش، لكن الحوثي يمني، داعش يختلف. كان داعش من هم يعني؟ ما هم؟ جاءوا من خارج العراق، من خارج سوريا. في داعش عراقيين، في داعش سوريين، يعني داعش جاءت من المريخ. طيب داعش من لم يستطع الحسم خلال 5 سنوات، من فشل في الانتصار في 5 سنوات سيستطع في يوم أن يشتثهم؟ يعني مبالغة، مبالغة. لا 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 نستطيع، والله نستطيع بشيء من التقييم والمراجعة. ما هي أسباب هذا التأخير؟ من السبب بالضبط؟ أسباب تتعلق بالجيش الوطني، أسباب تتعلق بالتسليح، أسباب تتعلق بالحلفاء وأخص الإمارات، أسباب تتعلق بأداء السعودية كمشرف على هذا التحالف، أسباب أسباب أسباب. هذه الأسباب إذا عولجت علاج، من قال أن الجيش الذي يتأخر في الحسم لا ينتصر؟ جيوش استمرت أحياناً عقود
ربما، لكن يوم أن رتبت أوضاعها من جديد، هذه ميليشيا والله يا أخي لا تتحمل أسبوع. ولكن للأسف هناك مؤامرة إقليمية، مؤامرة خليجية، مؤامرة دولية لإبقائها مسماراً. طيب في الحوثيين هم جزء من هذا المجتمع، هم جزء أصيل من المجتمع اليمني، من تقصد باجتثاث سنجتثهم؟ كمليشيا يقتثوا كمليشيا. من؟ يعني الجيش الوطني. أيوة. واليمنيون أصحاب الهوية اليمنية لهم مؤيدين ومريدين وأنصار. شوف يا أخي الكريم، ليس هناك كما يقال طبال إلا وهناك رقاصة، خذها قاعدة، ما في طبال إلا وفي رقاصات، ما في دعوة على حق على باطل على شر على خير على إلا وهناك لها أنصار. فلو كان الناس يحاسبون المبادئ ويحاسبون الجماعات بموجب أنصارهم لما حسبت جميعا، حتى إبليس له أنصار. ولهذا هؤلاء يوم أن يخفت، يعني يوم أن يهزموا في الحرب، ثلاثة أرباع هؤلاء الأنصار، لأن الأنصار في نقطة مهمة أخي الكريم، إذا كان الآن هناك سياسيون وإعلاميون ونواب وإلى آخره في صنعاء تحت الإقامة الجبرية، أنا أتحداهم يفتحوا الحدود لتعرف هؤلاء الأنصار، ثلاثة أرباع هؤلاء الناس سيغادروا. ونحن على تواصل مع النواب الذين يهددوا الآن بالقتل بعد أن فشل الحوثي بأن يمرر لائحته كقانون في البداية، هم بدأوا كقانون ما استطاعوا أن يمرروه في مجلس النواب، مع أن هؤلاء النواب ولهم ألف تحية وتحية، مع أنهم تحت الإقامة الجبرية وتحت الإكراه وتحت التهديد. وقرأتهم. طيب إذن ما دام هي لم تمر، ما قيمتها وما أهميتها وما خطورة هذه اللائحة؟ ممتاز. بداية أقول أخي الكريم كترتيب فقط لغير معلوماتي، هم بدأوا في مرحلة رئيسهم السابق الصمات يريدوا أن يمرروه كقانون عن طريق مجلس النواب، فرفض النواب كل أغلبهم رفضوا رفضا قاطعا. وفي المقدمة، وهذه معلومة أكررها دائما، الوزير رحمة الله عليه عبد الملك الوزير ومرعي رحمة الله عليه، هؤلاء كتبوا خطيا أن هذا القانون جريمة وأنه لا يصح ولا يجوز أن يشرع في اليمن. ثم قيل لهم لائحة، قالوا حتى ولو كانت لائحة، ورفضوا تماما. والشيخ علي اللهبي المؤتمر القيادي كان هو مقرر اللجنة، رفض رفضا قاطعا، وهذه معلومات مؤكدة. تواصلت مع أحد النواب المحسوب تحت الإقامة، قال والله ما يمر كقانون إلا على جثثنا. فلما عجزوا ذهب الصمات، جاء المشهد، عجزوا تماما، أصدروه بطريقة عن طريق لائحة. النقطة الثانية فيما يتعلق به، هناك خلط، يتحدثون عن قانون، القانون ليس فيه شيء. نعم نعم القانون. أيوة. قانون 99 وفي في 96، إيش القصة؟ القانون رقم 2 بشأن الزكاة لعام 1999 هو يتحدث عن، يعني للأسف هو القانون يتناقض مع الدستور، هذه نقطة مهمة. يعني الدستور يقول الثروات الطبيعية في المادة 8، الثروات الطبيعية بجميع أنواعها ومصادر الطاقة الموجودة في باطن الأرض أو فوقها إلى غير ذلك ملك الدولة، نقطة، انتهى الموضوع. القانون جاء وفرض الخمس من ملك الدولة للدولة. طبعا حتى نبرئ القانون أيضا، القانون لم يشر لا إلى طائفة ولا إلى جماعة ولا إلى أحد. تقول المادة بالنص يجب الخمس في الركاز والمعادن المستخرجة من باطن الأرض إلى غير ذلك فقط لا غير للدولة، لأنه المواد الأخرى تتحدث أن كل هذه الأملاك هي أملاك دولة، وبالتالي تناقض. طبعا المادة هي فعلا متناقضة، لكن ولهذا أحمد شرف الدين، ولماذا قتل أحمد شرف الدين رحمة الله عليه؟ لأنه وقف غصة في بعض الجزئيات المهمة التي رتبوا لها، رفض هذا على سبيل المثال الدكتور أحمد شرف الدين رحمة الله عليه، رفضها تماما، قال هذا يتناقض مع كل الدستور، يتناقض مع المادة 8 ويتناقض أيضا مع المادة للعلم، مادة الثروات التي ملك الدولة ومادة المواطنون جميعهم متساوون في الحقوق والواجبات موجودتان في الباب الأول والثاني. ماذا يعني الباب الأول والثاني؟ الباب الأول والثاني لا يصح تعديل حرف واحد منهما إلا باستفتاء شعبي. هناك مواد في الدستور، لذلك هم الآن ذهبوا للائحة، أي لكن متناقض مع مواد الباب الثاني. فيلزمهم على سبيل المثال لو المعركة قانونية، يلزمهم أن يغيروا مواد الباب الأول والثاني، وبموجب الدستور لابد من استفتاء شعبي. طيب هناك مواد في الدستور يحق لمجلس النواب بأغلبية نسبية، بأغلبية معينة يعني عفوا، أن تغير بعض المواد، لكن هناك مواد سموها المواد السيادية التي لا تغير ولا حرف واحد
لا يستطيع رئيس الجمهورية. طيب إذا ليش هذه الضجة الآن ما دام هذا الموضوع لا يمكن أنه يتم تمريره لا دستوريا ولا قانونيا؟ ممتاز، هي ضجتنا فقط من باب فضح عنصريتهم. يعني نحن بالنسبة لنا بالله يعني طيب وهم غير مدركين أنه هذه الأشياء هذا اللائحة لا يمكن تمريرها لا دستوريا ولا قانونيا؟ أنا ممكن أسألكم سؤال يا أصحاب الإعلام، النهب الذي مارسوه ولا زالوا يمارسوه هل استندوا على دستور أو قانون أو لائحة أو قرار؟ هم ينهبوا بلا مرجعية، مرجعيتهم فكر الطائفة، فكر السلالية، فكر العنصرية، هم يعتبرون هكذا عندهم في عقيدتهم، ولهذا وثيقتهم تدل على ذلك، يعتبرون كل شيء مباح لهم. ولهذا زعيمهم الرسي عندما وصل اليمن اجتث مناطق اكتثاث، أحرق مزارع، قتل كل شيء، لأن في عقيدتهم أن كل من يقف في طريقهم دمه وماله وعرضه حلال بالنسبة لهم في عقيدتهم. طيب. ولهذا هم لا يحتاجون، مع احترامي، لا يحتاجون إلى دستور ولا إلى قانون ولا إلى لائحة، ولا يحتاجون، لأن البعض أيضا بعض السذج يقول لك هذه فتوى الزنداني. طيب أنت قلت قتلوا أحمد شرف الدين لأنه وقف غصة أمامهم في تمرير بعض المواد القانون. أيوة، يعني عندما لم يكن في تناقض. لا ما في تناقض أخي. لو كان الآن ما كانوا سيبالوا به الآن بعد أن تمكنوا. قتلوه صفوه وصفوا الدكتور محمد عبد الملك المتوكل وصفوا الدكتور عبد الكريم جدبان، صفوا رموز من رموزهم كنت على صلة بهم، كانوا ينكرون هذا الفكر، ينكرونه تماما ويقفون غصة. والإخوة الذين شاركوا هؤلاء وأخص شرف الدين، وأنا بالنسبة للدكتور محمد عبد الملك المتوكل والدكتور عبد الكريم جدبان أعرفهم كما أعرف نفسي، صفوهم لأنهم كان لهم ثقل في الجماعة، فكانوا سيمنعوا جزء كبير من الانحراف، فكان لابد من تصفيتهم ليخلوا الجو لكما يسمى بالصقور طبعا، أو المجرمون، مجرمون الجماعة، صفوا الجميع وتحركوا الآن براحتهم. الآن لو في أي واحد ثاني يعارضهم أو شيء ما يهمهم الآن بعد أن تمكنوا، صفوهم أيام ما كانوا لسه في بداية. طبعا أستاذ شوقي أنا كنت سألتك سؤال في البداية ما جاوبتليش عن السؤال، سأعود لك ونسأل السؤال، لكن نرحب بضيفي عبر الأقمار الصناعية من مأرب الأستاذ خالد العواضي ناشط سياسي. أهلا بك أستاذ خالد. تسمعني ضيفي الكريم من مأرب؟ طيب يبدو أن الصوت هناك إشكالية في التواصل مع ضيفنا من مأرب، أعود مرة أخرى للترحيب بضيفنا من مأرب الأستاذ خالد العواضي الناشط السياسي. أهلا بك أستاذ خالد. ألو تسمعني؟ أنا أسمعك، هل تسمعني أنت؟ الحمد لله، صوتك واضح لدينا. أستاذ خالد، إذا قصة وحكاية الخمس دفعت الكثيرين للمطالبة بسن مادة في الدستور اليمني تجرم الهاشمية السياسية أو التمييز. مرحبا أخ سامي، تسمعني؟ أسمعك. نعم أسمعك. أستاذ خالد، إذا كما سبق وقلت لك قصة الخمس دفعت بالكثيرين اليوم للمطالبة بسن مادة في الدستور لتجريم الهاشمية السياسية أو التمييز، هل ترى أن ذلك مهم بالفعل؟ هل هناك حاجة لسن مادة في الدستور تجرم الهاشمية السياسية؟ طيب سأعود للأستاذ شوقي. أستاذ شوقي، إذن نعود للنقطة التي كنت سألتك في البداية حول اعتزام هيئة رئاسة مجلس النواب مناقشة مشروع قانون لتجريم التمييز الطبقي في اليمن. أخي سامي، نقطة مهمة أن كل إجراءات دستورية وقانونية نحن لا نستهدف بها الآن هذه الميليشيا. أنا قلت لكم معركتنا مع هذه الميليشيا ليست معركة دستور وقانون، لأنهم ليسوا حزب وصل إلى السلطة، فإذا به بدأ ينحرف في بعض التقنينات هنا سنقول له قف، أنت وصلت عن طريق دستور ووصلت عن طريق سيادة وقانون ويجب أن تلتزم، هنا معركتنا معه عن طريق المحكمة الدستورية والنظام الدستوري والقانوني. لكن لا شوقي، معركتكم معهم لا. لم يأتي هذا الحديث إلا عندما جاء على سياق رد فعل طبيعي على الحركة التي قاموا بها. طبيعي يا أخي طبيعي. بقول لك طبيعي لماذا؟ طبيعي أنك، أنا قلت من أول لحظة، قلت نحن الآن وجدنا ما نستمر في فضح إجرامها فقط لا غير، لأنه هل هم يرعوا بدستور أو بقانون؟ إذا كان نسفوا كل مواد الدستور، إذا كان انقلبوا على كل شيء، وبالتالي هذه التشريعات التي ننادي بها، وأنا أتفق معها مع من ينادي بها، أتفق للمستقبل. لمن؟ للمستقبل. ولمن في صف الشرعية.
طيب ضعنا في تفاصيل ما يعتزم فعله مجلس النواب. مجلس النواب أخي الكريم أصدر بيان. أولا مجلس النواب هناك جزء من الأعضاء مختطفون في صنعاء، رفضوا تماما كل هذه الإجراءات العنصرية، ولا زال كثير منهم لا زال يحترم الدستور والقانون، ولكن الظروف يعني وضعته في مكان لا يستطيع أن يخرج، وهو غير مقتنع بالشرعية، لذلك لم يغادر صنعاء منذ بعضهم البداية. ممتاز بعضهم، لكن لا تستطيع أن تعمم. بعضهم أعيدوا من المنافذ، بعضهم ردوا من المنافذ، بل شخصية كبيرة في مجلس النواب كان عازما على المشاركة في إحدى الفعاليات الدولية وأخذ معه زوجته وأولاده ليغادر، فعلم الحوثيون وأعادوه وقالوا له سافر بمفردك، فرفض أن يسافر إلا مع أولاده، فلما رفضوا رفض هو وبقى. فبعضهم يريد أن يخرج، لأن بعضهم يريد أن يخرج فقط حتى إلى غير الشرعية، يريد أن يبقى هناك بعيد من هؤلاء المجرمين. أهانوهم، ضربوهم، هددوهم، أذلوهم، يعني مش القضية خيار يا مع الشرعية يا مع الحوثي، أحيانا مع نفسه هو، مع كرامته، مع إنسانيته. يعني هؤلاء يتعرضون، رأيتم كيف يشتكي هؤلاء النواب على شاشات التلفزيون في الجلسات، كيف يهانوا من بعض المشرفين صحيح. إلى آخره. الإجراء الذي نتخذه الآن بالنسبة لمجلس النواب، وأنا هنا أرفع يعني صوتي إلى الإخوة في مجلس النواب، أخص رئيس هيئة مجلس النواب وأعضاء هيئة الرئاسة وأعضاء مجلس النواب هؤلاء الأحرار، أين الجلسة التالية للقاء سيئون؟ وعدنا الجماهير، وعدنا المجتمع، وعدنا العالم، استبشر اليمنيون كانوا كأنهم في يوم عيد يوم أن اجتمعنا في سيئون. للأسف خذلنا أنفسنا، خذلنا رئيس الجمهورية ورئاسة الشرعية، خذلنا التحالف، خذلنا باختصار، وخذلنا أنفسنا بالمقام الأول. هذه المناشدة إذن محبطة في هذا الوقت، يعني ما دعا له مجلس النواب هذا البيان قيمته بقيمة ربما الورقة التي صحيح جاء عليه. صحيح. إذا لم، عن إذنك، إذا لم نحترم أنفسنا كأعضاء مجلس النواب، وإلا لأنه وعد في البيان، في بيان مجلس النواب ذكرنا نحن في بياننا بأننا في يعني بأننا نعد في أول جلسة لقانون تجريم التمييز والعنصرية وإلى آخره. للعلم أنا هنا مليش الحوثي وغيرها، للعلم سأقول معلومة أظنها قد قيلت مرارا، في سيئون صعد النائب عبد العزيز جباري ليقرأ مسودة المشروع الذي نقرم به مليشيا الحوثي، لكن للأسف جاءت التعليمات وجاءت الأوامر وقالوا أجلوا الموضوع. أنا أحتمل، خلينا نحتمل بحسن ظن، بأنهم يريدون أن يستنفذوا كل الوسائل لإلزام الحوثي للجلوس على طاولة المفاوضات، كونها في تلك المراحل كانت هناك في جنيف جلسات، وقبلها في الكويت وفي الأردن إلى غير ذلك. الموضوع هناك مريب، هل هو لهذا السبب أم أن هناك خبث ولؤم من أشخاص في الشرعية؟ وأنت كنت أشهرت أنه البعض يريد حرف المسار. طيب سأعود لك، أعود مرة أخرى لضيفي من المغرب الأستاذ خالد العواضي عبر الأقمار الصناعية. أهلا بك أستاذ خالد. أهلا بك أخ سامي. كنت سألتك عن موضوع إثارة قصة الخمس الآن مؤخرا، دعت الكثير من اليمنيين للمطالبة بسن مادة في الدستور تجرم الهاشمية السياسية والتمييز داخل المجتمع، هل ترى أن ذلك مهم؟ أولا أمسي على ضيفك الكريم الأستاذ شوقي القاضي وعلى جميع المشاهدين. عن أي دستور تتحدث أخي؟ نحن خارج الدستور وخارج الدولة وخارج يعني عن أي دستور؟ الدستور الذي توافقنا عليه في الحوار الوطني أم الدستور السابق؟ أي مجلس النواب من أجل أن ينعقد؟ مجلس النواب أعجز من أن ينعقد كم 4 سنوات أو 5 سنوات، ينعقد مرة واحدة وبعدين لم نسمع عن هذا المجلس. أما عن تجريم الهاشميين بشكل عام، فالهاشميون إخوة لنا، جزء من المجتمع اليمني، لا نجرم الهاشميين، نحن نجرم العنصرية بشكل عام أينما كانت في المجتمع اليمني، سواء كانت عند الهاشميين أم عند الآخرين، العنصرية مجرمة قانونا وهذا فيما بعد. طيب هو الحديث عن الهاشمية السياسية والتمييز، ما أهمية أن يكون هناك مادة في الدستور؟ النصوص ليست حل المشكلة، احنا الآن نعاني من مشكلة كبيرة وهي انعدام الحرية أو وجود جماعة تريد أن تفرض عليك آراها بالقوة. يعني أنت ممكن تقول أصدر ما دين هذه عبر الدستور أو عبر قوانين هذه المادة، سيصن قوانين أخرى تشرع الإجرام وتشرع الإرهاب. احنا كم نقص الله حق احنا وهذا هذه الجماعة، لكن احنا نطالب بحل المشكلة العامة هي مشكلة الحريات.
نحن الآن نتقاتل مع جماعات تمنع الشعب اليمني من ممارسة حريته من التعايش السلمي فيما بينه. القضية أكبر من قضية سن قانون عنصري أو غيره. من الطبيعي هذه الجماعة عنصرية منذ بدايتها ونحن نعلم ذلك منذ نشأتها الأولى، وهي عنصرية هذه الجماعة. ما يعني ما الجديد في أنها تقول أنها تأخذ الخمس؟ هذا أحد يعني هذا أحد ما يؤمنون به في مذهبهم الذي سنه الرسي، هو قضية الخمس وقضية أكثر من إمام في آن واحد وأن يخرج شاهراً على الناس سيفه. يعني هل أكثر جنان من أن يقول أن يخرج على الناس شاهر سيفه؟ تطلب الحكم أنت شاهر على الناس سيفه، هذا قمة الاستبداد وقمة الغباء. ولكن طيب هذا دين طيب بالنسبة لهم، ونحن لا نعترض لو أردنا أن نستفيد من تواجدك على ممارستهم العنف في الآخرين. لو أردنا أن نستفيد من تواجدك اليوم، أريد أن نستفيد من تواجدك معنا اليوم ضيف على المساء اليمني، لو نعم نتحدث طبعاً. حول متى نشأت ثقافة التمييز الطبقي في اليمن؟ نريد لمحة تسلسلية إن أمكن. أنا حسب معرفتي أقول لك الطبقية والعنصرية هي مرض كبير يصيب المجتمعات نتيجة الجهل، ويصيب الأفراد نتيجة الفشل وغياب الوازع الأخلاقي أو الديني، أمر طبيعي. فالمجتمع اليمني مجتمع قبلي توجد فيه نوع من العنصرية، لكنها يعني مش على مستوى القبيلة كمنظومة، لا، عند أفراد من القبيلة كشأنهم كشأن غيرهم الآخرين من الذين يتواجدون خارج المجتمعات القبلية. لكن القبيلة ليست عنصرية. هناك يؤخذ على القبيلة أحيانا، أنا أعتقد أنك تريد أن تسأل هذا السؤال، لماذا يقولوا هناك في طبقات، هناك مثلا الجزارين، هناك الدواشين، هناك أصحاب الحرف الصناعيين يتم يعني احتقارهم ولا يتزوج الناس منهم؟ وهذه المسألة ليس لها شأن بالطبقية، هذه المسألة تعود للمسألة العصبية. القبيلة عندها معيار القوة، هو المعيار الأساسي. عندما لا تمتلك معيار قوة سواء عصبية أو علم، يعني أنت كنت متعلم حتى لو كنت لا تملك عصبية فأنت تملك أسباب القوة، أو كنت ذا مال والمال أحد أسباب القوة موجود في قبيلة، ولكن أنت لست من هذه العصبية فأنت تملك عنصر القوة، هنا تصبح من جزء من القبيلة القوي الذي لا اعتدى عليك. لكن أنت لا تملك أسباب القوة، القبيلة لا تزوجك مثلاً، يخافون على بناتهم أن يعتدى عليهم في وقت كانت تغير القبائل على بعضها البعض، يعني من ناحية القوة. فقط أقول لك أنا لا أزوج بنتي لهذا هذا الشخص الذي لا ينتمي لهذا القبيلة لأنه لا يستطيع حمايتها. ليس للمسألة علاقة بالعنصرية بقدر ما هو علاقة بالقوة ومن يمتلك أسبابها، لأن كان المعيار عند القبيلة سابقاً هو من يمتلك القوة. عندما أتت ثورة سبتمبر قضت على مسألة الطبقية في اليمن تماماً، لأن النظام الإمامي هو كرسها وزاد فيها، فانتهت تماماً وتعاقب على رئاسة اليمن وعلى سدة الحكم في أكثر من 10 رؤساء في شمال طيب الوطن وجنوب. هذا بالنسبة للطبقات، هذا بالنسبة للتراث، أشرت إلى فيما يخص التراث الاجتماعي وطبيعة المجتمع. طيب ما يخص التراث الديني، هل يوجد ما يجيز وجود هذا التمييز؟ لأنه البعض يستند لآيات وأحاديث. هذا كلام غير صحيح، لو كان في الإسلام طبقية لما آمن به أحد. ولكن تعجب مثلا في الهند، هنا البيض عيال الآلهة والسود عيال الشياطين، والسود مقتنعين أنهم عيال الشياطين ويعبدوا عيال الآلهة، واليوم يعني عنصرية ضد المسلمين من هؤلاء السود الذين هم عيال الشياطين. شفت هذه المسألة لما يعطى لها بعد ديني يعني تلخبط العقول، والجهلة يتبعونها. لكن أساس الإسلام ليس عنصري. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الله عز وجل حسم المسألة، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. الإسلام لا يقول بالعنصرية، بالعكس الإسلام سواء بين الناس، واحد يعني أو الذي أسلموا كانوا من العبيد وحررهم الإسلام، يعني بلال الحبشي، صهيب الرومي، سلمان الفارسي، وكثير زيد بن حارثة كان عبد النبي صلى الله عليه وسلم جعله ابنه وتبناه، أصبح أسامة يقود جيوش المسلمين، يقود جيوش في تحت قيادته أبو بكر وعمر، صناديد قريش، ما أحد كان في الإسلام قضاء على الطبقية. أجمل ما في الإسلام أنه أتى بالعدل والحرية والمساواة للجميع. من يقول أن الإسلام طبقي فهو لا يفهم، وأنا أتحدى أي واحد يثبت أن الإسلام طبقي. طيب تبقى معنا أستاذ خالد، وهذه النقطة نقولها للأستاذ شوقي القاضي. البعض اليوم يقول لماذا كل هذه الضجة، لماذا كل هذا الزعل من شرعنة الحوثيين أو سعيهم لشرعنة الخمس؟ التراث، تراثنا مليء بالنصوص التي تجيز ذلك،
لو 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 اعتمدنا كل ما جاء في التراث لما بقيت جريمة إلا وهي مشرعة. هناك تراث يعني يحتقر المرأة، هناك تراث يحتقر الأعمال والمهن، هناك تراث يحتقر التجارة، هناك تراث. من قال أننا ملزمون بكل ما جاء في التراث؟ من قال أن مرجعيتنا التراث؟ حتى وإن كان التراث الديني؟ لا يسمى تراث أصلاً، القرآن والسنة لا يسمى تراث، هذا مرجع. التراث كل ما عدا القرآن وصحيح السنة، ولهذا ليس هناك مطلقاً لا في القرآن ولا في صحيح السنة، مع شرط مهم في موضوع السنة لم يقله علماء العصر ولا مثقفوه، قاله علماء الجرح والتعديل وعلماء الحديث منذ الأزل، أن أي حديث نبوي يتنافى مع آية أو مقصد من القرآن الكريم ولا يستطيع الجمع بينهما فلا يعمل به مطلقا. يعني انظر إلى أين كان أهمية عصمة الأمة بمرجعية واحدة. شوف حتى الحديث، مع أننا نعتمد الحديث سنة النبي عليه الصلاة والسلام كمرجع مفسر ومبين وإلى آخره، لكن إذا جاء حديث نبوي وإن رواه من رواه يتعارض مع نصوص القرآن الكريم ويتعارض مع مقاصد القرآن الكريم فهو لغو وباطل. ولهذا الحديث تركت ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله. الحديث الصحيح كتاب الله. جاء بعض الرواة وقال يعني أضافوا سنتي، وجاء بعض هذا وقالوا عترتي وقالوا أهل بيتي. الحديث الصحيح تركت فيكم ما لو تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله. إذن بيننا كتاب الله إذا ما اختلفنا. حتى ألا يوجد تفضيل آل البيت؟ مطلقا أبدا يا أخي. سؤال فقط بعطيك عنوان، لو أن هذا الدين عنصري لأسلم أبو لهب وكفر بلال، انتهى الموضوع. لو أن هذا الدين يؤمن بالعنصرية ويفضل النسبية لما كفر أبو لهب ولما تحمل العذاب بلال. لماذا تحمل بلال العذاب؟ لماذا تحمل سلمان؟ لماذا تحمل زيد؟ لماذا تحمل صهيب؟ يعني هذه بس فقط، مع أني لا أريد هنا أن أدخل لأن الباب كبير هنا، وأنا هنا أستند. ركز مع نقطة مهمة أستاذ سامي وكذلك السيدات والسادة المشاهدين، نحن هنا نعتمد ما توافق عليه اليمنيون في الدستور، انتهى الموضوع. ولهذا حتى نقول في الدستور يجب أن لا يعاد إلى أي مرجع آخر، فيقول المواطنون جميعهم متساوون بالحقوق والواجبات، نقطة، انتهى الموضوع. لماذا؟ لأن دستورنا أصلاً استلهم من تقنين الشريعة الإسلامية، وبالتالي لا نعود إلى موضوع الشريعة الإسلامية إلا فيما اختلفنا فيه في جزئيات محله أن يحسم في مراكز البحث ومراكز الدراسات. أما ما يطبق في الأرض وما يطبقه القاضي وما تطبقه المحكمة وما تطبقه المجتمع هو الدستور والقانون. ولهذا ينبغي أن لا تحال، لأن الشريعة الإسلامية حمالة أوجه، الشريعة الإسلامية فيها مذاهب فيها أقوال، ولهذا لا يصح للقاضي. لكنها مصدر تشريع. ما اختلفنا يا أخي، مصدر ليس مباشر، مصدر للدستور. الدستور والقانون يؤطر في إطار الشريعة، فإذا ما قننت الشريعة في الدستور والقانون لا يصح مطلقا. ولهذا لا يصح للقاضي، أنا محامي، لا يصح للقاضي مطلقا أن يقول سأحكم بما قضت به الشريعة. سيقول له المحامي احكم بما نصت عليه مادة القانون، وهذا أمر حاسم في اليمن الموجود. هذا موضوع الشريعة في دول أخرى مثل المملكة العربية السعودية، أن القاضي يحكم بالمذهب اللي هو مذهب أبي حنيفة أحمد بن حنبل. أما في اليمن لا يصح للقاضي، وهذه معلومة مؤكدة، لا يصح للقاضي أن يقول أنا سأحكم بما قضت به الشريعة الإسلامية، حكمه سيكون باطلا. لماذا؟ لأن الشريعة الإسلامية هنا قد قننت، وبالتالي يحكم بالمادة الدستورية أو المادة القانونية فقط لا غير. طيب أستاذ خالد، أعود لك بسؤال أخير، البرلمان الحالي وفق الظروف الحالية برأيك هل سينجح في سن قوانين تجرم التمييز والعنصرية؟ نتمنى ذلك. تتمنى ذلك؟ وما المطلوب من هذا البرلمان وما الذي تعول عليه؟ ولماذا إجابتك هكذا مقتضبة غير متفائل؟ أخي ضبحان ما فصبت كلمة، لأنه كلامه صحيح. متى سيعقد البرلمان؟ الأستاذ شوقي الغاضي هذا أستاذي وتربطني به علاقة ممتازة، وأنا لا أريد أن أتكلم على البرلمان أكثر مما هو يقول نفسه. خذ راحتك، البرلمان خارج الآن، أقصد البرلمان الآن لا يمكن أن يجتمع في هذا الظرف، ولما يسمحوا به أن يجتمع. وتابعنا حلقات كثيرة عبر بلقيس، وكان الأستاذ شوقي هو ضيفها،
وتكلم عن أن المعوقات التي تعوق انعقاد البرلمان. أنا أقول أن إحنا يجب أن نربي ثقافة في المجتمع، القضاء على العنصرية هي فرصة. الآن إحنا في القرن 21، قضية تمييز السلالات وهذا كلام أصبح كلام سخيف جدا. أنا أقول لكم هذا الصراع الديني، هم يريدون يعيدونا إلى الصراع الديني، يصنع لنا داعش، يصنع لنا الحوثي، نتقاتل على أساس فقهي مذهبي، بعدين نقول خلاص يا جماعة تعالوا نبطل الإسلام، إحنا اليوم علمانية نبطل، تعالوا إحنا حرية مباحة كل شيء. لا حول ولا قوة بالله، يعني الحرب تدار من الخارج بأيادي خبيثة، هذا ما أستطيع أن أقوله. أشكرك جزيلا ضيفنا من مأرب ناشط سياسي خالد العواضي، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية، شكرا جزيلا لك. وأستاذنك أستاذ شوقي، سنرحب أيضا بضيفنا من فرنسا الخبير القانوني فؤاد عامر. أهلا بك أستاذ فؤاد. مرحبا بك وبضيوفك وبالمشاهدين. أستاذ فؤاد، في القانون اليمني هل يوجد ما يكرس الطبقية بين أبناء المجتمع؟ طبعا بداية نحب أن نقول أن يعني النقاش حول أي منظومة دستورية أو قانونية في وضعنا اليمني الحالي هو نقاش معقد، وبالتالي مثل ما أشار الأستاذ شوقي، معركتنا الآن مع هؤلاء هي معركة وجودية، هي معركة ما بين خطين متوازيين، ما بين أمة يمنية وجماعة تحاول أن تتعالى على إنسان هذه الأرض وعلى إنسانها. وهنا أيضا أشير إلى ما ذكرته وذكر الأخوة بأن هؤلاء الناس أصلا مشكلة اليمن هي مشكلة هوية، لم نحسن بعد في الدستور ولا في القوانين من هوية اليمنية. بداية الدستور من حيث من هو اليمني، طبيعته، علاقته مع الآخرين، علاقته مع السلطات، روح الأمة اليمنية، يجب أن تنعكس في بداية الدستور، في الدستور نفسه من خلال مجموعة من المواد الواضحة، مجموعة من التشريعات، ثم من خلال مؤسسات. هكذا تبنى الدول بهذا الشكل. هؤلاء الناس وهذه الجماعة نحن نقول عنهم يمنيون كما تفضلت، لكن هل هم فعلا يرون أنفسهم يمنيين؟ يعني تعال فقط نشوف ما أثير مثلا، يعني هم في كتبهم هم يميزون أنفسهم كجماعة سلالية تنتمي إلى الحجاز وشعاب مكة أكثر مما ينتمون إلى اليمنيين. اليمن هي هوية فرعية به، هوية ثانوية بالنسبة لهم، هي فقط أرض، كأنهم وجدوا اليمن أرض بلا شعب وهم أتوا إليها واستوطنوها، والآخرين هم عبيد بالنسبة لهم. يعني عندما يقول وزير العدل السابق واحد وزراء العدل السابق يقول لا تقتل، عندما كان وزيرا للعدل، لا تقتل، يا يقتل يمني بهاشمي، لا يقتل عربي بهاشمي. عندما يقول المحطور رئيس مركز بدر العلمي نشكركم أنتم اليمنيون، هم لا يعترفون في قرارة أنفسهم أنهم يمنيون بالدرجة الأولى. القانون الذي صدر مؤخرا ميز جماعة تسمى بني هاشم في مواجهة أمة يمنية، يعني بني هاشم معناته أنه في أمة أخرى، معناته أنه في ميز جماعة عرقية سلالية في مواجهة أمة أخرى في داخل، حتى في المحافل الدولية يا عزيزي يعرفون أنفسهم كشعوب أصلية. وقبل أيام رأينا بعض نشطائهم في منظمات دولية يقولون يطالبون بالتمييز الإيجابي في داخل كواليس المجتمعات الدولية، هم يطالبون يقدمون أنفسهم كمجموعة عرقية معرضة للتهديد، كجماعة هي أصحاب الأرض الأصليين وبالتالي تحتاج إلى نوع ما والتدريب من خلال المجتمع الدولي، ويقومون بمغازلة اليسار الغربي تحديداً والقوى السياسية هناك من أجل أن يكون لهم غطاء دولي في مطالبتهم وفي مشاركتهم في السلطة المعطل، في جزء من السلطة إن فشل مثلاً في مرحلة لاحقة، إن فشلت معركتهم الأساسية وهي معركتهم العسكرية، يعني إن حصلت طيب تطورات دراماتيكية مثلاً. طيب هذه المخاطر كيف يمكن مواجهتها دستورياً وقانونياً؟ دستورياً وقانونياً يا عزيزي، عندما تتأمل هو من المحزن أن مجلس النواب يأتي اليوم في عام 2020، يعني من المحزن أنه اليمنيين بعد 60 سنة يعني يأتون ليناقشوا مسألة تجريم الهاشمية أو تجريم العنصرية. أولاً عندما تقول تجريم العنصرية هذا نوع من الألفاظ المانعة، مع احترامي لهذا، يعني لازم أن تكون هناك تصريح واضح بتجريم الهاشمية مثلما ألمانيا جرمت النازية. أي دستور هو تعبير عن روح الأمة، هو تعبير أيضا عن مشاكلها. لن تجد مثلا في داخل بقية الدول تجريم للنازية، لكن موجود في ألمانيا لأنهم إزاء مشكلة بنيوية، إزاء مشكلة عرقية موجودة. النازيين قادوا هذه الأمة الألمانية إلى كوارث، إلى الحروب مع العالم، وبالتالي احتاجت نصوص خاصة في الدستور
من اجل ان تقوم بمحاربه، من اجل ان تقوم باستخلاص هذا الخطر الوجودي المهدد. ونحن ايضا الهاشميه مثل النازيه يجب ان تحظى بنصوص واضحه، لا تقول ليش عنصريه، لا تقول ليش تمييز. هذه المثاليات والالفاظ العامه التي لا تحدد بالضبط اي واحد طالب بصف اول ابتدائي، اي واحد مبتدئ بيقول لك تحريب المساواه وفي الواجبات والتمييز. لا، لازم ان تذهب مباشره لتحديد ماذا، ما هي مشكلتنا نحن تاريخيا، مشكلتنا نحن 1200 سنه يعني. وهنا مثلا عندما قرر القاضي، عندما يطرح مثلا مشروع احد زملائه او احد رؤساء الكتل في مجلس النواب القيام بتجريم ميليشيات الحوثي، يا عزيزي ليس تجريم ميليشيات الحوثي، لدينا مشكله امه، لدينا مشكله جماعه لا تتعالى على انسان هذه الارض، تتعالى على ارضه، على انسانه، على قيمه، على تاريخه، لا تؤمن بذلك. وبالتالي اذا وضعته في هذا المشروع تجريم فقط ميليشيات الحوثي، سيأتي بعد 50 سنة، بعد 20 سنة جماعة أخرى باسم الكبسي، مجاعة أخرى باسم المتوكل، مجاعة أسد أي أسلة، ونعود بذلك. وبهكذا الأمة اليمنية خرجت عن فعلها الحضاري وشهودها التاريخي. الأمة اليمنية أمة مفتوحة على العالم، كان مفترض أن تكون قوة إقليمية ودولية عظمى بحكم موقعها، بحكم تاريخها، بحكم عمقها الحضاري، لكن خرجت بفعل هذه الجماعة التي استهلكت واختزلت اليمن في حروب طويلة من 1200 سنة وحتى اليوم. وبالتالي إذا هناك تجريم مشروع فيكون بصراحة تجريم الهاشمية. طيب، الهاشمية هذه نقطة مهمة أنا سأختم بها معك أستاذ فؤاد، وأشكرك فؤاد عامر خبير القانون كنت معنا من فرنسا. أستاذ شوقي القاضي، بعد 60 عام شيء محزن أنه نناقش هذا الموضوع. يقول لك الهاشمية السياسية لا تقل خطورة عن النازية، لابد من تجريمها. إمكانية أن يحدث ذلك، و كيف مرت الأمور يعني؟ على كل حال شكرا جزيلا، شكرا للأستاذين خالد العواضي وشكرا للأستاذ فؤاد عامر، طرق الموضوع فعلا الذي أتفق معه 100%، وهو أن كل مجتمع يعاني أو عانى من طائفة، من شلة، من مشكلة عملت له إشكالات يحق له أن يجرمها، ومثل ما جرم الألمان النازية. ولهذا لابد من تجريم الهاشمية السياسية. البعض هنا يثار لأنه لا يفهم ماذا يعني. معنى ذلك أنه يجرم أي تكتل، أي تكوين، أي نشاط سري أو علني، أي يقوم على الهاشمية السياسية، أو يقوم حتى على العرق والطائفة والمذهب والسلالة. ولهذا مؤتمر الحوار الوطني، مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وثيقة مخرجات الحوار الوطني منعت مثل هذه الأمور لأي تكتل. وللأسف قام ضدها ناس كثير، بما فيهم ناس من السذج، أصحابنا السطحيون المحسوبون على المشايخ وخطباء المساجد وإلى آخره. يعني استعروا جدا لماذا تجرم وثيقة الحوار أي تنظيم، أي تكتل يقوم على أساس ديني. الكلام هذا صحيح جميل أنه يمنع أي، ولهذا لابد من تجريم الهاشمية السياسية، ولابد من تجريم أي تنظيم سياسي يقوم على أساس عرقي أو طائفي أو مذهبي فقط أو سلالي. الهاشمية السياسية الموجودة في اليمن أم هناك جماعات أخرى وتكتلات أو مثل هذا القانون أخي الآن لا يعني ليس لا أستطيع أن أفتي به اللحظة، أريد أن أؤكد عليه أنه يجب أن يدرس هذا الموضوع دراسة تاريخية، من أين أكلت اليمن، من أين ضربت اليمن في عمقها مثل ما فعل الألمان، ويجرم بعد ذلك. لكن مع توسيع ما موضوع التجريم، لأنه يعني هؤلاء الناس ربوا على التقية أو التقية حتى صاروا ربما مثل الدماء في عروقهم، ممكن ينشأوا لك بنشأة أخرى إلى آخره. ولهذا لابد من منع أي تكتل سياسي يقوم على أساس هاشمي أو على أساس عرقي أو طائفي أو سلالي أو مذهبي أو عنصري، وهذا ما تلافته وثيقة مخرجات الحوار الوطني. لكن للأسف نختم بنقطة مشروع تجريم التمييز الطبقي في اليمن، هل يمكن أنه المجلس النواب يمكن فعل ذلك في ظل حالة الشتات؟ لا ممكن جدا، لكن متى بس السؤال متى؟ ولهذا أتفق مع الأخ خالد عندما قالها بلا نفس، متى سيجتمع؟ يا أخي الكريم إلى الآن ليست هناك نوايا حسنة لا من رئيس الجمهورية ولا من رئاسة الشرعية ولا من حكومتها ولا من هيئة رئاسة البرلمان حتى ولا من التحالف في أن ينعقد. يوم أن أرادوا أن ينعقد انعقد بكلمتين. ولهذا الآن للأسف هناك تمادي في تغييب مجلس النواب، لأنه المؤسسة الشرعية الأقوى التي يمكن أن تتوافق على
ما 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 يعني أشياء مفيدة للبلد ومفيدة يعني لليمن ومفيدة للمرحلة، لكن للأسف هناك إعاقة مقصودة. شكرا جزيلا لك شوقي القاضي عضو مجلس النواب في الاستوديو، وأيضا الشكر موصول لضيوف هذه الحلقة بالمساء اليمني والذي كانوا معنا عبر الأقمار الصناعي المارب خالد العواضي الناشط السياسي، ومن فرنسا الخبير القانوني فؤاد عامر. نلقاكم في حلقة قادمة في أمان الله.